اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. وقال مسؤول الإمداد الطبي بقوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالبحر الأحمر أحمد الصاوي، قال إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وبصرف العلاج لعدد 236 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين، حيث تم إجراء عدد 42 فحصا معمليا فضلا عن إجراء عدد 19 أشعة وسونار، كما تم إجراء عدد 34 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. وأشار الصاوي إلى أن القافلة تضم تسع تخصصات طبية مختلفة، حيث تم صرف العلاج بالمجان وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات الكبيرة إلى المستشفيات القريبة من المريض. بنوفر كافة التخصصات الطبية مع دكاترة على أعلى مستوى، في نفس الوقت بيتم توفير كافة الأدوية واللي بتخدم التخصصات دي، حوالي أكتر من 100 صنف علاجي. برضو بيشمل معانا معمل أمراض الدم ومعمل الطفيليات موجود، متوفر معانا أيضا جهاز الأشعة المتنقل اللي بيخدم التخصصات اللي هي علاقة بالبطنة والصدر والجراحة. الخدمة اللي بنقدمها هنا للناس بتميز ان احنا بنوصل لاماكن الناس بتحتاج فيها التحاليل، لان احنا بنقصر المسافات بين المكان الموجودين فيه والاماكن البعيده للناس. حالات فيها حالات احيانا بتظهر بتستدعي تحويلها لاماكن متخصصه زي المستشفيات العامه. احنا هنا مسؤولين ان احنا توفير جميع الادويه لجميع التخصصات، عندنا اكتر من 100 صنف بتغطي جميع التخصصات، نساء، جراحه، عظام، وبنصرف الدواء لكل مريض وبنقدم له التعليمات الارشاديه للاستخدام بدون اي تكلفه على المريض.